وزيرك وزارة عافمات كي جمهورية الصومالي لان دكتور حسين محمد محمد حوغ ايام ما انت صواف ميري كلان صدح عشقة تاي او لغو غرفين يي قرشاها فوق اي مدشان سناء عافمات كا قول كا او دل او قودها ام بكو شقين دونو كلان كان ايا وحا كا قيبقا تاي سراكيل كا سعطة وزارة عافمات كي هير قبول هير دقمو ايا هاي داها كا هول قلا دين عافمات كي اي قعان سار كلي وحانا قرشاها سي مدد فوق اي عافمات كا قول كا او دل عليس كا لغو سار اي سيدي لو دريالي لها adeeg yada caafimaad ka guud ahaan gobolka oo dhan isagoo markaasi ku saleysna baahiyaha oo ka imanaya miyada tuulooyinka iyo goobaha fogfog ee dhulka buuraleyda ah ee ay ku yaalaan xarumaha adeega caafimaadku isduwa wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdal dr abdirahmaan jaamaxadi ayaa waxa uu ku tilmaamay qorshahan ballaadhan inuu yahay mid faa'iido badan u leh isla markaana ay ku rajo weeyihiin baahiyo badan oo dhinaca caafimaadka daboolo muddadaasi 5 sanadooda سعيد بلبرالي او يسقوا وكيل كهيئة WHO قبل كأوضل او هيئة او وزارة عافمات كهير قبل اي قعن صار بدن ليهين اسلام مركانا قعن كجيسان ايي هرقل انتا قرشاها المدد شانت الصناع ايدنا عافمات كايا وحاو تلمامي ان باهي هاو قبل لادن اي قرشاها نيو سورة قلين اي اي كمديهين سدي تلال كقود اهان بلو قارسين لها قوبها اللوغة باهان يها اي دريال كقود اي عافمات كهو يدا يدلان كا وزيرك وزارة عافمات دكتور حسين محمد محمد حوغ ويساقنا الكاسكاد لي أي واحد الذي سيكمدها أردت أن هنتي وحويران هذه هذا قيمة بلد وأنا ملكي هو رسالة سورة كشي قشاء مدية سنين هيدو إنه قرش قيان شلت أسنى استراتيجي بلانيكا إنه أسنى من قبلك هيد كستو قبلك محاها تبادا بريون تسكينا إيه برانكينا حيث هاعس سيكفت حالة دوها هاتة قرشان مدد شانت السنة ولا دم يستري وحول بناء وحاي هين الله وقت حاضر كان كوا كقرن دكومنتي الدليا لا حفيس يدا مدحد الدولة دا بل سيكا مدى دلنتي سو وحاي كو حدان تا هاي قود أهان سيدي مسؤولين تا يبهد عافمات كو اي أهرمهاني أفوليان إسلام مركان اي وحيلان كابا ياشا دين عيادة قاديد كا يدقالها اي اي هولهاني أباهيهين عبدالله علي يوسف.